احتضن مقهى مركز الدعم المقاولة والتنمية الاقتصادية والمحلية كايدر بمدينة تحنوت اليوم الخميس أشغال لقاء تواصلي لفائدة الشباب عن المشاريع والجمعيات والتعاونيات العاملة في المجال الاجتماعي والاقتصادي بشراكة مع مندوبية التعاون الوطني بإقليم الحوزة. ويأتي هذا اللقاء في إطار تحسيس جمعيات بالبرامج الاجتماعية والاقتصادية التي تشتغل فيها مندوبية التعاون الوطني بتنسيق مع مؤسسة كايدر من أجل النهوض بتحسين وضعية جميع الشباب وإنجاح مشاريعهم، وأيضا بالنسبة للجمعيات وتعاونيات. وعرف هذا اللقاء تقديم عرض مفصل حول أدوات وآليات التتبع من أجل إنجاز المشاريع وإنجاحها، وأيضا عرض الضبط والتقديم للحصول على التمويل ومواكبة المشروع. ويبتغي المنظمون من هذا اللقاء تيسير ولوج الجمعيات والتعاونيات والشباب حامل المشاريع إلى فرص التمويل، وأيضا تمكينهم من الاندماج الاقتصادي. ولمزيد من التفاصيل يضيف عبد العلي معزوز مندوب التعاون الوطني بإقليم الحوز، وأيضا يوسف عدناني منسق جهوي لمركز كايدر بجهة مراكش. آسف في جهة اللقاء هذا مع الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي لتحسيس بأهمية تشغيل الشباب، لأنه حنا تنديروا التكوين، تنديروا المجموعة البرامج الموجهة لفائدة الشباب وفائدة جميع فئات المجتمعية، وتتوج هذا بهذا اللقاء هذا من أجل التحسيس بأهمية الاندماج في تشغيل الشباب في إطار المجهودات التي تقوم بها للتكوين إلى آخره. دونك حنا تنشكروا جميع الشركاء ديالنا وجميع الجمعيات العاملة معنا اللي جات لهذا الاجتماع وحضرت. شكرا لكم. مركز كايدال هو مركز الدعم المقاولاتي والتنمية الاقتصادية المحلية اللي كيتواجد بالجهة ديال مراكش أسفي. حنا اليوم في إقليم ديال الحوز بشراكة مع التعاون الوطني، المندوبية الإقليمية ديال الحوز ديال التعاون الوطني. اجتمعنا مع المشاركين، اجتمعنا مع فاعلين جمعويين ورؤساء ديال الجمعيات ومشرفين على الجمعيات، باش ان شاء الله تضافر الجهود ديالنا وتكون واحد التشبيك اللي كان مهم جدا بالنسبة للفئات المستهدفة ديال الكايدال وديال هاد الجمعيات هذا، باش نخدموا في واحد الشراكة اللي غتوصلنا للأهداف كاملة ديال المقاولة وديال الرفع بريادة أعمال في الإقليم.